للحديث حول هذا الموضوع معنا من إسطنبول ماجد عزام الكاتب الصحفي في شؤون اللجوء السوري. أهلا ومرحبا بك أستاذ ماجد. من خلال متابعة قمة نيويورك، لم يتم التطرق إلى كيفية مساعدة اللاجئين أو الأهداف المرجوة بالأرقام، هل تم التطرق إلى اللاجئين السوريين خاصة وأنهم الأكثر حاجة لرعاية في هذا الوقت كونهم تركوا كل شيء خلفهم وهربوا حفاظا على حياتهم؟ أنا أولا مساء الخير لحضرتك. مساء النور. السادة المشاهدين، للأسف الحديث كان عام. الكلمة اللي يفترض أو نص الكلمة التي يفترض أو قال الرئيس أردوغان أنه سيركز عليها في قمة اللاجئين هو الحديث عما قامت به تركيا. تركيا أكبر دولة مستضيفة اللاجئين في العالم، بعدها تأتي باكستان ثم لبنان والأردن. سيتحدث عن إيواء في حوالي 3 مليون لاجئ، عن تقديم مساعدات بسيطة جدا من قبل مجتمع الدول الأمم المتحدة إلى تركيا قياسا أقل من العشر مما أنفقته تركيا. وسيتحدث عن عملية درع الفرات، وصف النموذج اللي كان يفترض أن يتم منذ مدة. تركيا تتحدث عن منطقة آمنة منذ سنوات، ومنطقة آمنة كانت لا تحتاج إلا إلى حماية جوية أمريكية، لكن أمريكا كانت لا تريد أن تنخرط وكانت تريد أن تقدم سوريا وبقاء النظام يعني على مذبح الملف النووي الايراني وهديه لايران مقابل التخلص من مشروع النووي قد يدخل الرئيس اوباما التاريخ. يعني تركيا تتحدث يعني الوحيد اللي ستركز على موضوع اللاجئين السوريين، بمعنى ليس فقط اللواء والمساعده والقول انه الغرب لم يقم بواجبه، ولكن انه حل قضيه اللاجئين ياتي اساسا بحل سياسي عادل ومستدام في سوريا يسمح بعودتهم الى بلادهم كما راينا في نموذج اجراءات. طيب سيد ماجد، برايكم ما هو ابرز ما توصلت اليه هذه القمه من حلول ممكن ان تخفف على اللاجئين؟ يعني الحديث عن عدم عن العفو عن قبول اللاجئين، عن عدم استخدام خطاب عنصري ضدهم، عن تشجيع الدول على استقبالهم ومساعدتهم، الحديث عن تقديم مساعدات ماليه من اجل ادماج اللاجئين او مساعدتهم، هذه امور مهمه جدا. لكن دائما المشكله هي هو في الحديث العمومي وفي غياب اليات، وكما حضرتك قلت في الخبر انه هناك مشاكل سياسيه. لابد ان يكون هناك حل سياسي، يعني مساعده اللاجئين وهذا امر مهم جدا، لكن هناك الملايين لم يستطيعوا ايضا ان يغادروا او لاجئين داخل بلادهم. طيب سيد ماجد، دعنا نركز على خطاب الكراهيه الذي كنت تتحدث عنه. اهميه وقف التحريض على اللاجئين خصوصا في اوروبا التي صعد فيها اليمين المتطرف الى حد ما، ما هي اهميه الاستمرار باستقبال الاعداد المتزايده للاجئين؟ يعني نحن نتحدث أن الاتحاد الأوروبي كله تقريبا استقبل اللاجئين بأقل مما استقبلت تركيا، والخطاب للاجئين يعني معادي جدا. ورأينا حتى في دولة مثل النمسا اللي كانت طوال الوقت تتبنى مواقف سياسية متوازنة وعادلة تجاه القضايا العالمية، رأينا صعود اليمين المتطرف. هذا أمر مهم جدا، لابد أن تكون هناك حملات برعاية الأمم المتحدة، يمكن الاستعانة بمشاهير في الرياضة والثقافة والفن والسياسة لتخفيف هذا العداء، ثم لتقديم المساعدات والقول أنه إذا استقبلت دولة 100,000 لاجئ أو 50,000 لاجئ، هذا عدد ليس كبير. يجب الانتباه أيضا أن اللاجئين هم يعني دماء جديدة تضخ في شرايين الاقتصاد، يعني هي لمصلحة الدول التي تشيخ تقريبا. الأمر المهم الآخر أنه مثلا في منظمة أسد وهي تضم حوالي 30 دولة من الأكثر تقدما في العالم، نسبة اللاجئين فيها، وأرجو الانتباه للرقم، يعني 0.4 4% من عدد السكان في هذه الدول هم لاجئين. هذه نسبة متدنية جدا وبالإمكان استيعابها، لكن للأسف الخطاب العنصري والعدائي ثم اللامبالاة تجاه القضية السورية يعني التلكؤ في حل سياسي عادل حتى وفق الأمور اللي وضعتها الأمم المتحدة. يعني يجب أن نتذكر أنه إعلان أو بيان جنيف وضع منذ 2012، منذ 4 سنوات لم تكن هناك جدية حقيقية في حل سياسي بصفة الحل الجذري أو الوثيرة الجذرية لتخفيف معاناة اللاجئين وحلول سياسية أخرى، ليس فقط في سوريا، في البلدان التي تعاني من مشاكل وأزمات. أنا أشكرك شكرا جزيلا. كنت معنا من إسطنبول ماجد عزام الكاتب الصحفي في شؤون اللجوء السوري.